قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأبكمت حكمته الحكماء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار اللهم صلي وسلم وزد وبارك على خير من قرأ القرآن وعلم القرآن اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا علم التفسير ولم لا فهو شمس ضحاها وبدر دجاها فإن شرف كل علم بشرف موضوعه وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا زلنا نطوف معا في هذا البستان اليانع الماتع نجمع الرحيق والزهر والورد والثمر لا زلنا نغوص معا في هذا المعين العذب الفرات نستخرج اللآلئ والجواهر والدرر لا زلنا نقف في هذا المحراب المهيب الجليل نستلهم الدروس والعظات والعبر لازلنا مع سورة الفاتحة نعم إنها السورة الجليلة الكريمة
التي تعد أما للقرآن، فهي أم القرآن وأم الكتاب. لازلنا مع قول الله تعالى في لقاء ثالث وحلقة ثالثة على التوالي، لازلنا مع قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، بل ولازلنا مع هذه الكلمة الأولى اهدنا. واسمحوا لي أن نعيش الليلة أيضا مع قوله تعالى اهدنا، ولنا وقفة طويلة مع الصراط المستقيم، ربما تأخذ منا هذه الوقفة حلقة كاملة أخرى بإذن الله جل وعلا. ولا تعجلوا علي، اهدنا. قلت أيها الأفاضل، الهداية لغة هي الدلالة أو الدلالة أو التعريف أو الإرشاد أو البيان. والهداية اصطلاحا تنقسم إلى أربعة أقسام. الهداية العامة وهي المذكورة في قول الله تعالى قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي خلق الله جل وعلا كل شيء على هيئته التي خلقه عليها، وهيأه للقيام بالمنفعة والمصلحة التي وجد وخلق من أجلها. ثم أضاف العلامة الألوسي رحمه الله إضافة جديدة فقال ثم جعل هذا الشيء دليلا عليه سبحانه وتعالى، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وقد فصلت الحديث تفصيلا في الهداية العامة. القسم الثاني من أقسام الهداية هداية الدلالة أو الدلالة أو التعريف أو الإرشاد أو البيان، ومعناها أن الله جل وعلا خلق الإنسان كل الإنسان وهداه، أي دله وعرفه وأرشده وبين له طريق الخير وطريق الشر. قال تعالى وهديناه النجدين، أي الطريقين. فالإنسان يعرف طريق الخير ويعرف طريق الشر، هداه الله أي دله على الطريقين. قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال تعالى ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن من تمام رحمة الله جل وعلا وكمال عدله وعظيم فضله سبحانه وتعالى، لم يحاسب الله جل وعلا الخلق بمقتضى هذه الهداية، بمقتضى هداية الدلالة، وإنما أرسل الله تبارك وتعالى مع أنه دل الخلق على طريق الخير والشر، وأخذ على الخلق كلهم الميثاق في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. لم يحاسب الله الخلق بمقتضى هذا الإقرار وبمقتضى هذا الميثاق، وإنما لكمال حكمته وعظيم رحمته جل جلاله أنزل الكتب وأرسل الرسل لتدل الرسل الخلق على الحق بحق، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى ولكل قوم هاد، وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فما من رسول إلا ودل أمته على وحدانية الله وأمرهم بعبادة الله. فهذه هي الغاية الأولى التي خلق الله الخلق من أجلها، وأنزل جميع الكتب وأرسل جميع الأنبياء والرسل لتأصيلها وتحقيقها، وليدل الأنبياء والرسل الخلق عليها بحق. طيب، الرسل والأنبياء ليسوا مخلدين، ليسوا مخلدين، بل يبعث الله جل وعلا نبيه ورسوله ليدل الخلق على الحق بحق،
ثم ليمضي هذا النبي أو هذا الرسول إلى ربه جل وعلا، والناس بهذا الحق مستمسكون. لكن ربما يطول الزمن وتطول المدة بعد موت النبي، إذن من يدل الخلق بعد ذلك على منهج الله جل وعلا؟ ومن يذكر الخلق بعد ذلك بمنهج الأنبياء والرسل؟ العلماء. إذن هداية دلالة من الله جل وعلا، وهداية دلالة من الرسل، وهداية دلالة من العلماء يدلون الخلق على الحق. فما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن هذه رحمة الله جل وعلا، هداية دلالة من الله للخلق، ثم هداية دلالة من الرسل، ثم هداية دلالة من العلماء ليذكر العلماء الخلق بمنهج الله جل وعلا الذي بعث به أنبياءه ورسله. هذه هداية الدلالة، وقد فصلت فيها تفصيلا في الحلقة الماضية. أعرني قلبك وأعرني سمعك، واستجمع الليلة كيانك، لنعيش الليلة مع أجل أنواع الهداية وأكرم وأشرف وأفضل نعم الله على خلقه، إنها هداية التوفيق. هداية التوفيق، هداية عامة، وهداية دلالة، وهداية توفيق. هداية عامة، وهداية دلالة، وهداية توفيق. تدبر معي. هداية عامة تحدثت عنها، وهداية دلالة تحدثت عنها، وهداية توفيق هي أجل أنواع الهداية وأعظم وأشرف نعم الله على الخلق. ما هي هداية التوفيق؟ أعرني قلبك وسمعك. هي جعل الله عز وجل، خلي بالك من الكلام لأنه كلام غالي وعالي، هداية التوفيق هي جعل الله الهدى في القلب. معلش احنا نفصل بقى في قضية خلق أفعال العباد في الإيمان بالقدر، لكن ما هوش هقولها دلوقتي، مش هفصل قضية خلق أفعال العباد الآن، لأننا نعتقد اعتقادا جازما أن الله جل وعلا خلق العباد وخلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. لكن أنا عاوز حضرتك تستوعب معي هذا الكلام العالي الغالي. هداية التوفيق يعني إيه؟ جعل الله الهدى في القلب. يا الله، جعل الله الهدى في القلب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا ما يسميه البعض بالإلهام والإرشاد. وهذا ما يسميه البعض بالإلهام والإرشاد. جعل الله الهدى في القلب، يجعل الله عز وجل الهدى في قلب العبد، في قلب من يشاء له الهداية. هذا ما يسميه بعض أهل العلم بالإلهام والإرشاد. إلهام، إلهام يعني إيه؟ ما هو الإلهام؟ قال ابن منظور في لسان العرب: الإلهام هو ما يلقيه الله عز وجل في الروع، في الروع أي في القلب. خلي بالك ده كلام دقيق. الإلهام هو ما يلقيه الله عز وجل في الروع، في الروع أي في القلب. ومنه حديث حبيب قلوبنا، ومنه حديث حبيب قلوبنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحلية لأبي نعيم بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي. الله، في روعي يعني إيه؟ يعني في قلبي.
طب نكمل الحديث لجلاله وجماله. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. طب تسمع الحديث كم مرة، لأن احنا محتاجينه، أو الآن في وقت يشتد فيه الجوع ويكثر فيه الجوع وتزداد فيه آلام كثير من الجائعين بالفعل. أسأل الله أن يرفع عنهم الهم والغم، أسأل الله أن يرفع عن بلاد المسلمين الضنك والبلاء والضيق والجوع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أنزل علينا من بركاتك ورحماتك يا رب العالمين. هل بال حضرتك من الحديث ده؟ لأننا محتاجينه. قال صلى الله عليه وآله وسلم، ما بتصليش على النبي؟ ينفع بعد الكلام لو ما تصليش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن روح القدس، الشاهد لنا سقط الحديث من أجله هو قوله عليه الصلاة والسلام نفث في روعي. في روعي يعني إيه؟ يعني في قلبي. من روح القدس؟ جبريل، جبريل عليه السلام. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا، يعني أن أي نفس لن تموت. خلي بالك عشان يبقى عندك يقين في الرزاق ذي القوة المتين، لتعلم يقينا أن رزقك بيد رب العالمين، لتعلم أن رزقك ليس على أحد، لا على شرق ولا على غرب ولا على وسط أوروبي، بل رزقك على الرب العلي. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الرزق في السماء لكن الأسباب هنا في الأرض، فعليك أن تأخذ بالأسباب، وأن يثق قلبك، وأن يتوكل قلبك، وأن يعتمد قلبك على مسبب الأسباب. وهذه حقيقة التوكل على الملك الوهاب. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. فخلي بالك، يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اللهم ارزقنا طاعتك ورضاك، وارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه يا أرحم الراحمين. يبقى خلي بالك تاني، إيه الهداية التوفيقية دي؟ خلي بالك والله العظيم أنت الآن تتعرف على أغلى ما يجب عليك أن تتعرف عليه. هذه أشرف نعمة، هذه أكبر نعمة، أجل نعمة ينعم الله عز وجل بها على عبد من عباده في الحياة الدنيا. هداية التوفيق هي جعل الهدى في القلب. يقول شيخ الإسلام وهذا ما يسميه البعض بالإلهام والإرشاد، قال ابن منظور في لسان العرب الإلهام هو ما يلقيه الله عز وجل في الروع أي في القلب. وهي بهذا المعنى كما ذكرت لك أقصد هداية التوفيق أن يجعل الله الإيمان في قلبك، أن يحبب إليك الإيمان، وأن يزين الإيمان في قلبك، وأن يبغض إليك الكفر والفسوق والمعاصي. هذه هي هداية التوفيق. اعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب. يا الله، حضرتك بتقرأها بس مش واخد بالك منها. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه. هو الذي حبب إليكم، وهو الذي زين إليكم الإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الفضل من الله
والنعمة من الله. عشان كده لما جاء الأعراب وامتنوا بإسلامهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلت الآية يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني أتمتنون بإسلامكم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه؟ لا، بل الله جل وعلا هو الذي يمتن عليكم، وهو الذي تفضل عليكم بنعمة الإيمان، هو الذي هداكم للإيمان، هو الذي دلكم دلالة إرشاد ودلالة توفيق، هو الذي هداكم هداية دلالة وهداية توفيق. فهداية الدلالة من الله جل وعلا أن أقام لكم الحجج وأنزل على رسوله الكتابة القرآن وبعث فيكم رسوله صلى الله عليه وسلم ليدلكم على الله جل وعلا وعلى طريق الهدى، ثم هو جل جلاله الذي تفضل عليكم بعد ذلك بهداية التوفيق فوفقكم إلى الإيمان بالله وهداكم إلى الإيمان وحبب إليكم الإيمان وزين إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. اسمع تاني، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا لها من كرامة، نعمة هي أجل نعمة، هي أشرف نعمة، أن يمتن الله جل وعلا على عبد من عباده بنعمة الهداية. فالله تبارك وتعالى وحده هو القادر، هو القادر على هداية التوفيق، على هداية التوفيق. اسمع اسمعوا، خلي بالك من ده، لأن حنبني عليه أمورا في غاية الجلال والأهمية. ما تنساش أبدا، هداية التوفيق لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى. لا لا، تاني نسمع دي تاني. بتقول إيه؟ بقول لحضرتك هداية التوفيق لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما هي ملك لله وحده بلا منازع أو شريك. رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه عليه هداية الدلالة، عليه أن يدل. قال الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. دي هداية إيه؟ أيوة، هداية دلالة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل الخلق على طريق الحق وعلى طريق الشر، على طريق الهدى وعلى طريق الضلال. جميل. طيب اسمع بقى كده معايا الآية التانية، إنك لا تهدي من أحببت. هي دي هداية التوفيق، لا يملكها المصطفى كما سأبين لكم بالأدلة الآن. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دي هداية إيه؟ هداية التوفيق. أنا عاوزك تحفظ، خلي بالك أنا لا أخاطب طلبة العلم فقط، إحنا متفقين، أنا لا أخاطب طلبة العلم فقط، لا لا، دول هيجونا المساجد وهيدوروا علينا، إنما أنا أخاطب الآن آبائي وأخاطب أمهاتي وأخاطب أبنائي وبناتي وأولادي وإخواني وأخواتي. أنا أريد أن تتعلم الأمة كلها باختلاف طبقاتها ومستوياتها بحكامها ووزرائها ورجالها ونسائها عن الله جل وعلا. هذا القرآن هو الذي ربى به المصطفى هذه الأمة، هو الذي أنشأ به المصطفى للإسلام أمة
ودولة من فتات متناثر في صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. ولذا فأنا أقول لن تعود الأمة من جديد إلى سيادتها ومكانتها وريادتها إلا إذا عادت من جديد إلى القرآن، إلى كتاب ربها، إلى الحبل الممدود بينها وبين الله جل وعلا، لتطبق القرآن ولتفهم مراد الله كما فهم الرعيل الأول مراد الله في كل آية نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وإلا لفسرت الآية والمعنى وانتهيت من تفسير سورة الفاتحة في حلقة واحدة. لا لا لا، أنا لا أعتمد هذا المنهج أبدا على الإطلاق في التفسير، وإنما أريد أن أتربى أنا وأن تتربى الأمة كلها من جديد على هذا القرآن الذي ربى به المصطفى صلى الله عليه وسلم الأمة أول مرة. ولن تتربى الأمة من جديد على مراد الله ورسوله إلا إذا عادت مرة أخرى إلى كتاب الله لتمتثل الأمر ولتجتنب النهي ولتقف عند الحد ولتردد مع السابقين الصادقين الأول ولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. خلي بال حضرتك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دي هداية إيه؟ أيوة، هداية توفيق لا يملكها النبي. لا، معقول الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أيوة أيوة. وهقول لك اللي الذي أدلة كثيرة من القرآن والسنة على أن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله. قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يا الله، والله يا إخوة، والله يا أخواتي، لا أستطيع أنا ولا أستطيع غيري أن يجلس الآن في هذا المجلس وفي هذه الساعة ليذكركم بالله جل وعلا ولينقل لكم من كتاب الله وليذكركم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولينقل لكم من حديثه إلا بهداية توفيق، إلا بهداية توفيق، إلا بهداية دلالة ابتداء ثم بهداية توفيق. مش ممكن. لا يوفق العبد للحديث عن الله ولا لطاعة الله ولا لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا وفقه الله. الموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله. نعوذ بالله جميعا من الخذلان. انت بتقرأ الآية لكن عاوزك تعيش معناها للآية دي، عاوزك تستوعب معنى التوفيق. وما توفيقي إلا بالله. تبرأ من حولك، تبرأ من علمك، تبرأ من عقلك، تبرأ من كرسيك ومنصبك. اوعى تعتقد أنك وصلت إلى ما وصلت إليه منك لك، بجهد منك لك. لا 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 لا، بتوفيق الله لك. ما تعلمت وما علمت إلا بتوفيق الله لك. ما أصبحت على ما أنت عليه الآن إلا بتوفيق الله لك. تبرأ من حولك ومن علمك ومن طولك ومن منصبك ومن جاهك ومن وجاهتك ومن مكانتك، واعلم أن الفضل ابتداء وانتهاء بيد الله جل وعلا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقد ذكرت الآن، ذكرت بقوله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تدبر معي هذه الآية الجليلة الكريمة التي توقفني كلما قرأتها. ما من مرة أقرأ هذه الآية الكريمة في سورة يونس إلا وأتوقف والله عندها طويلة. الله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للمشركين هذا الكلام الواضح البين. اسمع، يقول الله تعالى: قل يا محمد، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ حضرتك استوعبت الآية دي قبل كده؟ عشت معها؟ الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هل من شركائكم وأربابكم وطواغيتكم وآلهتكم وأندادكم التي تعبدونها من دون الله وتدعونها من دون الله جل وعلا،
هل منهم من يملك الهدى لكم؟ هل منهم من يهديكم إلى الحق؟ هل منهم من يملك أن يحول قلوبكم من الضلال إلى الهدى ومن الغي إلى الرشد ومن الكفر والشرك إلى التوحيد ومن الشر إلى الخير؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. قل الله يهدي للحق، الله وحده بلا منازع ولا شريك، هو الذي يملك وحده الهداية، هو الذي يملك أن يحول القلوب من الضلال إلى الهدى، من الشرك إلى الإيمان، من الكفر إلى التوحيد، من الباطل والضلال إلى الخير والرشاد. قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ أي عقل هذا الذي تفكرون به؟ هؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم أصلا هداية، فضلا عن أن يملك واحد من هؤلاء الأرباب المكذوبين هداية لغيره، هو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يضر غيره وكيف ينفع غيره وكيف يهدي غيره وهو لا يملك الهدى لنفسه؟ سبحان الله. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، لا يملك هداية نفسه فكيف يملك الهداية لغيره؟ هو لا يعرف طريق الهدى إلا إذا هداه الله جل وعلا، أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ أي عقل هذا الذي تفكرون به؟ أي فهم هذا؟ اعلموا أنه لا يملك الهداية إلا الله، ولا يملك القلوب إلا الله، وكما قال حبيب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد. يا الله، إن قلوب بني آدم، يعني من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. والحديث في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يحولها ويقلبها ويصرفها حيث شاء. وتدبر قول الله تبارك وتعالى: قل الله يهدي للحق. عاوزك تعيش مع الكلمات القرآنية الربانية دي: قل الله يهدي للحق. خلاص يا أخي، لا تعلق قلبك بغير الله، لأنه لا يوجد أحد يملك لك الهدى إلا الله الواحد الأحد. قل الله يهدي للحق. اسمع كده معايا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يفسر لنا هذه الآيات ويبين لنا هذا المعتقد الصافي. يقول، والحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحفر الخندق وقد اغبر بطنه من التراب بأبي وأمي وقلبي وروحي. تصور أنه قد نزل ليحفر الخندق مع أصحابه، ليحفر بنفسه مع أصحابه، بل إذا اعترضتهم كدية أو اعترضهم حجر أو اعترضتهم صخرة كانوا يلجؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لينزل بنفسه ليحطم هذه الصخرة الصلدة. اغبر بطنه من التراب، من الحفر ومن حمله للتراب أو للبن صلى الله عليه وآله وسلم أو للحجارة. لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يرفع همة الصحابة كلمات جميلة رقيقة، ولما لا وقائلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفع هممهم بكلمات جميلة موزونة. وهو لم يقل الشعر صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه يقول كلمات موزونة تؤصل وتثبت معنى العقيدة في القلوب، ومع ذلك ترفع الهمة وتجدد المعنويات. فيقول عليه الصلاة والسلام: والله لولا الله ما اهتدينا. الله أكبر،
والله يقسم وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، والله لولا الله ما اهتدينا. الرسول الرسول ألا مش قال الله عز وجل له وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أولم يقل الله له ووجدك ضالا فهدى. دي إن شاء الله حقف معاه بالتفصيل عشان أبين معنى كلمة ضالا دي، لأن في ناس كتير زعلانة منها وفيه ناس كتير بتفسرها خطأ بما لا يليق بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنقف على أقسام الضلال في القرآن اللي هي بتنقسم إلى ثلاث أقسام، وربما تسمع تأصيلا علميا لأول مرة، ومن بركة العلم كما عودتكم أن أنسب الفضل لأهله، فهذا من نفيس كلام العلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع المنتع أضواء البيان. قرأت له كلاما قرأته لأول مرة في تأصيل الضلال في القرآن الكريم وفي لغة العرب، وذكر ثلاثة أصناف وثلاثة أقسام للضلال. ستسمع العجب العجاب، لكن هذا في موضعه إن شاء الله، وأنا أفسر قوله تعالى ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنقف مع أقسام الضلال وهنعيش مع المعنى ده، ووجدك ضالا فهدى. إزاي الكلام ده؟ هنتعرف بس هناك عشان تفضل منتظرني من الذي إن شاء الله أسأل الله أن يبقي عمري وعمرك على طاعة وحسن عمل. إذن أخي الحبيب، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله لولا الله ما اهتدينا. أيوة والله لولا الله ما اهتدينا. ما تتفزلكش بقى يا أخي، ما تفزلكش على غيرك. والله لولا الله ما اهتديت، والله لولا الله ما اهتديت أنا. تتفزلك على غيرك ليه؟ وبتستعلي على الخلق ليه؟ وأنت لا تملك قلبك، وأنت لا تعرف على أي حال سيختم لك، وأنا لا أعلم على أي حال سيختم لي. بلاش الكبر على الخلق، وبلاش الاستعلاء على الناس حتى ولا بالطاعة، حتى ولا بالطاعة. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإذا أرادوا فتنة أبينا. ثم يرفع الحبيب صوته بكلمة أبينا أبينا ويكررها عليه الصلاة والسلام. عشان كده بقول لإخواننا يعني اللي زعلانين علينا في بعض الأرجوزات أو الكلمات الأناشيد اللي على شاشة قناة الرحمة، عاوز أقول لهم يعني يا ريت نتعلم قبل ما ننكر على إخواننا بل ونتهم إخواننا. فلقد ترجم الإمام البخاري في كتابه في صحيحه المبارك بابا بعنوان في كتاب الأدب، بابا بعنوان باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء. هذا وارد يا أخي، هذا جائز يا أخي، ما دامت الكلمات منضبطة بالقرآن والسنة، لا تخالف القرآن ولا تخالف السنة، وليست مصحوبة بآلات اللهو والعزف، فما الحرج في ذلك؟ لما نضيق ما وسع الله؟ لما نريد أن نلزم الآخرين بمناهجنا أو بأفكارنا أو برؤانا؟ وقد تكون الرؤى خاطئة، بل وقد تكون الرؤى لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة. اللهم إلا لا أتهم إخواني، اللهم إلا غيرة، لكن هذه الغيرة على دين الله لا يجوز أبدا أن تنفلت من الضابط الشرعية، وإنما يجب أن تكون منضبطة بالضابط الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله، حتى لا أتهم إخواني في أي مكان لهم رؤى تختلف عن رؤاي أنا، إلا إذا بحثت وتيقنت أن هذه الرؤى مخالفة للكتاب والسنة، حينئذ أنكر من باب من رأى منكم منكرا فليغير. لكن يعني يتجرأ بعض إخواننا على اتهامنا في قناة الرحمة بأننا يعني هذه الفواصل وهذه الأناشيد وهذه الأدلة. يا أخي هذه الأدلة عليها ما دامت كما ذكرت باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء، بشرط ألا تكون الكلمات مخالفة لكتاب ربنا أو سنة نبينا، وبشرط ألا تكون مصحوبة بآلات اللهو والعزف. أسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يرزقنا الأدب، وأن يملأ قلوبنا بحسن الظن بإخواننا. ما تسيبك من حكاية سوء الظن دي دايما، سوء الظن فلان ده عاوز يا أسأل الله أن يطهر قلوبنا. مش عاوز أدخل، خلينا هنا لأن احنا في مقام عالي قوي، في مقام غالي، في مقام عالي ومقام غالي، مقام الهداية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا،
إذا أرادوا فتنة أبينا ويرفع صوته صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد والله لولا الله ما اهتدينا. ها يا رب نتعلم بقى، يا رب نتعلم، بس مش عايز يبقى الكلام نظري. ما انا عارف، بس جوايا انا ايه؟ جوايا كبر، جوايا استعلاء على الاخرين، متصور ان انا املك امر الهداية. والله لا تملكها، والله لا تملكها لنفسك، والله لا تملكها لزوجتك، والله لا تملكها لولدك، كما سأؤصل في آخر الحلقة تأصيلا في غاية الأهمية يخفف من حدة الاستعلاء والتأسد والتنمر على الآخرين. أسأل الله أن يرزقنا الذل إليه والانكسار بين يديه. والله لولا الله ما اهتدينا. يؤصل لنا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الهداية بيد الله. طيب فيه كمان حديث تاني جميل قوي رائع، أنا أحبه جدا جدا وأحب كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث بالذات الذي سأذكره وقد رواه الإمام البخاري ومسلم، وسأختار لفظ الإمام أحمد لطوله وجماله، وقد رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لما قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغنائم على أهله وعلى من دخل الإسلام جديدا في غزوة حنين بعد انتهاء غزوة حنين، قسم النبي الغنائم على قومه من قريش وأعطاهم عطاء واسعا بلا حد. صار مثلا يعطي رجلا من هؤلاء 100 ناقة، مش ممكن 100 ناقة، أعطاهم عطاء كبيرا جدا، وقسم الغنائم غنائم حنين الكبيرة الكثيرة في قومه من قريش، ولم يعطي الأنصار الأطهار الأخيار الأبرار شيئا. الرب رب والعبد عبد، أنصار ما هو الأنصار، بس الرب رب والعبد عبد، أنصار الأطهار الأخيار الأبرار، الذي ترجم الإمام البخاري بابا فقيها بليغا من أبواب كتاب الإيمان في صحيح، فقال باب حب الأنصار من الإيمان. تصور لما تحب الأنصار يبقى هذه علامة من علامات الإيمان في قلبك، باب حب الأنصار من الإيمان. اللهم املأ قلوبنا بحب الأنصار الأطهار الأخيار الأبرار، وبحب المهاجرين الصادقين من أصحاب سيد المرسلين، واجمعنا بهم مع نبينا في الفردوس الأعلى بحبنا لهم، وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين. خلي بال حضرتك، ما أعطاش النبي للأنصار شيئا من الغنائم. أنصار زعلوا، وجدوا في أنفسهم على رسول الله. يا الله معقول؟ أيوة أخي، وجدوا في أنفسهم، حتى قال قائلهم لقد لقي رسول الله قومه. يا الله، حضرتك عاوزك تعيش مع الكلمة دي وهتستوعب انت بقى الجو العام، وتعيش الحالة التي كان يحياها الأنصار الأطهار رضوان الله عليهم. قال قائلهم لقد لقي رسول الله قومه، يعني كأنه يريد أن يقول حين لقي رسول الله قومه من قريش أعطاهم ونسينا. لقد لقي رسول الله قومه. فلما سمع صديق الأنصار، من صديق الأنصار؟ سعد بن عبادة رضوان الله عليه، ومن ما يقول سعد بن معاذ رضوان الله عليهم جميعا. سمع سعد بن عبادة هذه الكلمات من أهله من قومه من الأنصار، فأسرع إلى النبي المختار صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال قومه، وقال يا رسول الله لقد وجد الأنصار عليك في أنفسهم، لقد وجد الأنصار عليك في أنفسهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليه؟ فقال سعد من قسمك للغنائم في قومك ولم تعطهم منها شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجمع لي قومك يا سعد، فإذا اجتمعوا فأعلمني. فذهب سعد بن عبادة فصرخ فيهم فجمعهم، فلما اجتمعوا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله لقد اجتمع لك الأنصار حيث أمرتني، لقد اجتمع لك الأنصار حيث أمرتني. فذهب إليهم سيد الخطباء وسيد الفصحاء وسيد البلغاء وإمام الأتقياء وإمام الأنبياء، الرحمة المهداة النعمة المسداة، خير من علم وخير من أدب وخير من ربى وخير من ساس وخير من حكم وخير من هذب النفوس وخير من زكى النفوس، محمد صلى الله عليه وسلم. فقام في الأنصار خطيبا. والله تخلي بالك،
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر الأنصار، اسمع الشاهد بقى، لأن سقط الحديث الجميل كله من أجله هذه الفقرة الأولى فقط، لكن دعني أكمل حديث، لأن أتصور أنه من سوء الأدب مني أن أذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أقتصر على الشاهد فقط. لا يا أخي، سوء أدب والله، سوء أدب مني، يعني مني أنا، لماذا لا أذكر الحديث بطوله؟ لماذا لا أذكر الحديث بطوله؟ وكل لفظة في الحديث تربية وتهذيب وتزكية، لأنها من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، بأبي هو وأمي وقلبي وكياني وروحي عليه الصلاة والسلام. اسمع النبي يقول إيه، وقف في الأنصار خطيبا، وهم بالحالة النفسية اللي حضرتك استوعبتها معايا دي من الكلمة اللي أنا ذكرتها، ويقول إيه: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ الله، هي دي، هذه العبارة التي سقت الحديث من أجلها، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وفي لفظ فهداكم الله بي، في لفظ صحيح فهداكم الله بي، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة أي فقراء فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فسكتوا. قال: لماذا لا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قال: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ المن لله ولرسوله، المن لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: بأبي وأمي وروحي. هو اللي بيقول عليه الصلاة والسلام، قال: والله لو شئتم لقلتم فصدقتم. هو يصدق قولهم إن قالوا. انظر إلى الأدب، انظر إلى الفهم، انظر إلى الفقه، انظر إلى التربية، انظر إلى القيادة. فليتعلم الحكام، وليتعلم القادة في ميادين الحروب، وليتعلم القادة في الشركات، وليتعلم القادة في كل المواقع والميادين من سيد القادة، من إمام الرسل وإمام الأنبياء. انظر كيف تعامل مع هذا الإشكال الجارح للقلوب، انظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه النفوس التي وجدت في أنفسها على حبيب الله وعلى رسول الله. قال: يا معشر الأنصار، والله إن شئتم لقلتم فصدقتم، لقلتم جئتنا طريضا فآويناك، وعائلا فواسيناك، ومخذولا فنصرناك، وخائفا فأمناك. قالوا: المن لله ولرسوله، المن لله ولرسوله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم تزعلنين؟ أوجدتم في أنفسكم في لعاعة، في أمر تافه من أمور الدنيا، المال ظل زائل وعارية مسترجعة؟ أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ووكلتكم أنتم إلى ما قسم الله عز وجل لكم من إسلامكم؟ يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتعودون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ يا الله، يا أخي بالله عليك، أنا عاوز حضرتك تعيش مع اللفظة دي. أما ترضون أن يعود الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتعودون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ والله لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا، أي طريقا ووادية، لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار رضوان الله عليهم حتى اخضلت لحاهم من البكاء، أي تبللت لحاهم بالدموع من شدة البكاء، حتى اخضلت لحاهم من البكاء، وقالوا قولتهم الرائعة الجميلة التي تترجم حقيقة الإيمان في قلوبهم وحقيقة المحبة في صدورهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: رضينا برسول الله قسما ومغنما، رضينا برسول الله قسما ومغنما. ويا له من قسم، ويا له من مغنم،
والله إنه أغلى قسم، والله إنه أشرف مغنم أن ترجع ورسول الله معك، أن ترجع ورسول الله يحبك، أن ترجع ورسول الله يقسم أن يكون منك، أن يكون منك وأن ينسب إليك، إلى الأنصار رضينا برسول الله قسما ومغنمة. ترجع معايا للدليل حين قال عليه الصلاة والسلام: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ الشاهد: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ بل من جميل الأدلة وأرق الأدلة التي أدلل بها على أن الهداية من الله جل وعلا أن أهل الجنة حتى بعد دخول الجنة، خلاص هم دخلوا النعيم ورأوا ما لا عين رأت قبل ذلك ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هم في الجنة، فإذا رأوا الجنة وما أعد الله فيها من نعيم تذكروا فضل الله عليهم وأعظم نعمة امتن الله بها عليهم، ألا وهي نعمة الهدى ونعمة الهداية، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا الله، حتى هما في الجنة يتذكر أهل الجنة هذه النعمة، ولولا أن الله قد أنعم بها عليهم ما كانوا في هذا النعيم. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. طب دي يا مولانا الشيخ ما تعملش إشكال مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. لا، ما فيش إشكال يا أخي، حق يخرج من مشكاة واحدة، لكنها تحتاج نظرة شمولية كاملة من علمائنا جزاه الله عنا خيرا. يقول علماؤنا: الباء في الآية بما كنتم تعملون، أورثتموها بما كنتم تعملون، هي باء السببية، هي باء السببية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ليس شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب، شاء ربنا تبارك وتعالى وقدر ذلك، ليس شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب، فهذه باء السببية. أما الباء في الحديث: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، لكن الحديث الرواية الأولى: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء هنا هي باء العوض وليست باء السببية، هي باء العوض. فمهما تعمل ومهما تفعل فلا تتصور أن عملك هذا تعوض به الجنة، فموضع صوت في الجنة بسجودك لو قدر الله لك أن تسجد من لحظة أن ولدت إلى أن تموت لا ترفع رأسك، موضع صوت في الجنة، فهذه هي باء العوض، ولا تعارض بين الباءين في الآية والحديث، لأن الحق يخرج من مشكاة واحدة. طيب، خذ حديثا آخر جميلا وأخرج بعد ذلك إلى محور آخر في حلقة الليلة. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أهل الجنة يرى مقعده من النار، كل أهل الجنة يرى مقعده من النار، اسمع، فيقول: لولا أن الله هداني، ويقف، يعني لولا أن الله هداني لكنت في هذا المقعد، لولا أن الله هداني، يقول صلى الله عليه وسلم، فيكون له شكر، يعني فتكون رؤيته لمقعده في النار وهو يرى نفسه الآن في الجنة شكر منه لربه تبارك وتعالى أن تفضل عليه بنعمة الهداية. قال صلى الله عليه وسلم: وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة، فيقول: لو أن الله هداني، فتكون عليه حسرة، وحنوقف عند الشبهة دي إن شاء الله تعالى، فيقول: لو أن الله هداني فتكون عليه حسرة. أنت دللت على الطريق، بين الله لك طريق الخير وطريق الشر وطريق الهدى وطريق الضلال وطريق الحق وطريق الباطل، وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليدلوك، وأمرك الله عز وجل وبين لك أسبابا إن أخذت بها وفقت لهداية التوفيق، لكنك عرضت عنها أسبابا. أيوة،
ايه هي دي ما قلتلناش عليها؟ ما دي حلقة تانية، دي الحلقة القادمة ان شاء الله هنتكلم عن اسباب هداية التوفيق، ايه الاسباب اللي ناخدها وايه الطريق اللي نمشي فيه عشان نوفق الى هداية التوفيق هذه. ده موضوع جليل، وهتكلم ان شاء الله في الحلقة القادمة عنه بالتفصيل، عن اسباب هداية التوفيق. ما تستعجلنيش هتقول لي هتاخد لنا 5-6 حلقات في هدنا، اخي ذلك فضل الله، اسأل الله ان يرزقناكم من واسع فضله، والا يحرمنا واياكم من نعمة الفهم، وان يجعلنا واياكم من المخلصين المخلصين الصادقين، وان يعلمنا وان يفهمنا وان يبصرنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. هنتعرف على أسباب هداية التوفيق، لا وهنتعرف كمان على إيه، على العوائق التي تعوق السائرين على طريق الهداية في حلقة ثالثة أو في حلقة أخرى، وبعدين نتعرف على علامات الهداية. هذه برضه عاوز أعرف أنا فين، أنا أنعم الله علي بهداية التوفيق ولا لا، إيه هي العلامات هذه، هنتعرف عليها إن شاء الله تعالى أيضا بالتفصيل. إذن أيها الحبيب، هداية التوفيق من الله عز وجل، هذه الأدلة القرآنية الكثيرة والنبوية الواضحة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها تؤكد بجلاء أن هداية التوفيق بيد الله جل وعلا، ليست بيد ملك مقرب وليست بيد نبي مرسل. اسمع مني، ولو كانت هداية التوفيق بيد أحد من الخلق لتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من هداية عمه أبي طالب. ما قدرش. روى الإمام البخاري وغيره من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يجلسان إلى جواره، فجلس النبي إلى جوار عمه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك دين أبائك وأجدادك؟ فقال أبو طالب: بل هو على ملة عبد المطلب. فخرج حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يا الله، اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان يا أرحم الراحمين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومات أبو طالب على الشرك، عمه الذي كان حائط صد منيع لطالما تحطمت عليه سيوف والرماح أهل الشرك في مكة، ومع ذلك موت على الشرك، ولم يستطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهدي عمه أبا طالب، بل ولم يستطع نبي آخر من أولي العزم الكبار، بل هو قدوة نبينا المختار إنه خليل الله إبراهيم، لم يستطع أن يهدي أباه آزر، لم يستطع أن يهدي والده. اقرأ معي هذا الحوار البديع المهيب: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك. يا الله على الأدب العالي والراقي، أدب النبوة. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ومات والده على الشرك مصرا على الكفر. يا الله، ويأتي بقى يوم القيامة، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة من أعجب ما قرأت من الأحاديث، يقول إبراهيم الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة، يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعليه غبرة وقطرة، على وجه أبي غبرة وقطرة، فيقول إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام: يا رب
إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله جل وعلا لخليله: إني حرمت الجنة على الكافرين. يا الله، إني حرمت الجنة على الكافرين. الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة. ثم يقال: طيب والحزن اللي في قلب إبراهيم، هذا أبوه، هذا أبوه، إذا نظر إليه في النار تأذى، تأذى وتألم. فيقول الله جل وعلا لإبراهيم: يا إبراهيم انظر ما تحت رجليك. فانظر إبراهيم فإذا هو بذيخ، بإيه؟ بذيخ متلطخ. ذيخ يعني إيه؟ ذكر الضباع، ذكر الضباع، بذيخ متلطخ. يمسخ الله والد إبراهيم إلى ذيخ، إلى ذكر من ذكور الضباع متلطخ، شكله مؤذي لا يقبل، منفر. ثم يلقى بقوائمه في النار. ليه؟ حتى لا يبقى والد إبراهيم على صورته التي يعرفها خليل الله، فكلما نظر إليه تألم وملأ الحزن قلبه، فمسخ الله صورته حتى لا يحزن خليل الله إبراهيم. وقد أضاف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إضافة بديعة ممتعة سعدت بها سعادة غامرة، حين قال: وذكر الضباع، ذكر الضباع أحمق الحيوانات. سبحان الله، من أحمق الحيوانات ذكر الضباع. هكذا قل حافظ، يقول: مسخ والد إبراهيم ذيخا لأن الذيخ من أحمق الحيوانات. يقول: وكان آزر من أحمق البشر، لأن الله قد رزقه بولد نبي من أولي العزم، وأقام أمامه البراهين، وبين له الأدلة بل والمعجزات على نبوته، وعلى أن الله جل وعلا وحده لا شريك له، ومع ذلك أصر والده على الكفر ومات عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل ذلك مسخ والده على نبينا عليه الصلاة والسلام، أي على إبراهيم، مسخ والده إلى ذيخ متلطخ حتى لا تأذى الخليل. فلم يستطع الخليل أن يهدي والده، ولم يستطع نبي آخر من أولي العزم ألا وهو نبي الله نوح أن يهدي ولده. يبقى رسولنا لم يستطع أن يهدي عمه، وإبراهيم لم يستطع أن يهدي والده، ونوح لم يستطع أن يهدي ابنه ثمرة فؤاده. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، مش مع المذنبين، مش مع الفاسقين، مش مع العصاة، لا، مع الكافرين، ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولم يستطع لوط أن يهدي امرأته، ولم يستطع نوح أن يهدي امرأته. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. والخيانة هنا بتفسير جماهير المفسرين هي خيانة العقيدة وليست خيانة الفراش، فمحال أن تخون امرأة نبيه جل وعلا في فراش الزوجية، وإنما الخيانة هنا هي خيانة العقيدة. فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. بعد كذا مش هنتعلم الأدب مع الله، مش هنتعلم الأدب مع الله وننكسر إلى الله ونطأطئ الرؤوس للملك القدوس؟ هدايتي مش بإيدي، وهدايتك ليست بيدك، وهداية امرأتك ليست بيدك، وهداية ولدك ليست بيدك. أنا قلت لكم في حلقات جبريل يسأل والنبي يجيب: سأضمد جراحة كثير من المجروحين. هو ده التضميد، هو ده التضميد، وهنقله هناك تاني إن شاء الله بتفصيل أوسع شوية. إن اعلم يقينا أنك لن تكون أفضل من رسول الله، ولن تكون أفضل من خليل الله، ولن تكون أفضل من نبي الله نوح. لم يتمكنوا من هداية أقرب الناس إليهم. فأنت لا تحزن إن ربيت ولدك على الفضيلة ثم شرد الولد وفسق الولد وانحرف أو انحرفت البنت، لأن هداية الدلالة لك، أما هداية التوفيق فليست لي وليست لك وليست لملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي بيد الله جل وعلا. انتهى الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، على أي حال أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم هداية دلالة وهداية توفيق، على وعد إن شاء الله تبارك وتعالى
في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء أن أتحدث عن أسباب هداية التوفيق، موضوع في غاية الأهمية ومن أخطر الحلقات أو الحلقات والموضوعات التي ستطرح في تفسيرنا لسورة الفاتحة. لا تتعجلوا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم بما يرضيه، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا وما يدل الخلق عليه بحق. وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. وأسأل الله لأولاد المسلمين أن يكتب لهم النجاح والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. وأسأل الله أن يهدي نساءنا وبناتنا وأولادنا، وأن يهدينا وأن يهدي حكام المسلمين وعلماء المسلمين ورجال المسلمين ونساء المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.